انتشر العمل الخيري عبر مختلف الأحياء السكنية بتندوف، وتشكلت بذلك هيئات وجمعيات تتولى العمل الخيري والبر والإحسان وإضفاء لمسة التعاطف والتقرب من الفئات الهشة والعائلات المعوزة. ولم يقتصر العمل الإنساني والتضامني على الجمعيات المهيكلة كجمعية ناس الخير وشباب طريق الوحدة. شباب طريق الوحدة لإفطار عبر السبيل اللي يقوم بهذه مائدة الإفطار، أخوات يعني لهم صاهرين على هذه المائدة. وأيضا كما أذكر نشكر أيضا المحسنين جزاهم الله بألف خير. عدد الوجبات اللي نقدموها حوالي إلى 200 إلى 210 يعني وجبة يوميا، حتى المحمولة يعني القفف المحمولة لبعض العائلات المعوزين اللي راهم يتقدموا لنا هنا على ساحة الإفطار عبر السبيل. وفي الأخير تبقى مظاهر التعاطف والتأزر مجسدة لتعاليم ديننا الحنيف من خلال إحسان الفقراء والتقرب من المحتاجين وعابر السبيل، وهي الصفات التي تعمل على تجسيدها كل من جمعية ناس الخير شباب طريق الوحدة، وكلها تصب في قالب واحد التعاطف والتأزر بين فئات المجتمع ومحو مظاهر الفاقة.